النهارده واحنا فرصه نتكلم معاك يا كابتن اسحاق عن الكره الافريقيه بشكل عام، وفرصه اكبر كمان بخلاف طبعا وجود حضرتك ان النهارده الاهلي بيشارك في دوري ابطال افريقيا وان شاء الله العشره. بس عايز اتكلم على الكره الافريقيه، وبرضه بمناسبه انه الاهلي النهارده بيشارك باسم مصر عالميا ولسه جاي، فقول لي الكره الافريقيه عالميا ازاي؟ فين واقفه فين النهارده؟ والله الكرة الأفريقية لا، في تطور، في تطور فعلا، تطور كتير زي ما احنا شايفين في أوروبا. لعيبة كتيرة من أفريقيا دول أفريقية وبيقدموا حاجات كويسة، مستوى جيد جدا، زي ماني، صلاح، وكذا واحد يعني من نجوم أفريقيا. فدي طبعا بتدي ناس اللعيبة الشباب، بتديهم قوة والإصرار إن هما كمان يوصلوا للأهداف دي. هي الأهداف دي بقت قريبة، مش بعيدة زي ما كنا احنا بنشوفها. احنا زمان لما بنشوف الأندية الكبيرة دي في أوروبا، يا واحد يوصل هنا امتى بقى؟ ايه اللي يوصل له هنا اصلا؟ ما فيش. ممكن نشوف بس ونحلم، لكن دلوقتي لا، هي قريبه جدا. بس الكره النيجيريه متاثره، يعني انا النهارده ما عنديش جيل كوشا ورشيد يقيني وكونا، ما عنديش الاسماء ديت. هل التاثر ايه حصل على مستوى الفرق، على مستوى المنتخبات؟ ايه اللي حصل في نيجيريا؟ اللي حصل في نيجيريا عدم الاستمراريه. عدم الاستمراريه ده اللي بيخلي نيجيريا في التراجع كتير. قبل كده الاجيال السابقه دي كانت في استمرار، هتلاقي كل جيل بيلعب مع بعض لمده ما يقلش عن 8-10 سنين. يعني بتقصد ان يمكن الكره النيجيريه متاثره بايه؟ يعني احتراف النجوم الصغيره او الولاد الصغيرين اللي طالعين مميزين على طول بيطلعوا على اوروبا عشان يدوروا على فرص احتراف. طبعا طبعا ده بيأثر شويه على الكره النيجيريه. زي ما قالت سام، في نجوم كبار، يعني في اجيال كبيره جدا من نجوم كبار ما ظهرش هذا العدد والكم في الألفية الأخيرة، يعني نتكلم على 10 سنين الأخيرة عدد النجوم النيجيريين مش موجودين بشكل كبير زي يمكن التسعينات والألفية الأولى. يعني ما طبعا زي ما أنت قلت يا كابتن، قبل كده كان عشان واحد يطلع يحترف ده لازم يكون واحد جوه البلد كمان معروف وعمل مستوى جامد بقى نجم كبير. فلاعب ولاعب ولاعب خبرات، ادى على خبرات كثيره، فالعين عليه. لكن دلوقتي واحد، في كذا واحد لسه ما لعبش اصلا في الدوري لسه، واحد بيساعده يسافروا بره عن طريق الوكلاء والكلام ده. فالنجوم بيسافروا بدري، لسه ما عندهمش خبرات كمان يروح هناك يعدوا بشكل كويس. يسافروا بدري دي بتبقى فرصه، ممكن الناس تقول لك طب كويس ان هم بيسافروا بره فبياخدوا فرص كبيره لكن انا اللي فاهمه ان بيسافروا بدري ممكن يكون وكلاء اللاعبين بياخدوا اللعيبه صغيره وبيروحوا، ممكن لو قعد في نيجيريا يتطور اكتر شويه لان هناك ممكن يكون خبراته لسه ما قلتوش او امكانياته لسه ما وصلتش انه يلعب في دوري اوروبي او احد الفرق الاوروبيه، وبالتالي النجم ده بيضيع، يعني ولا بيحصل هنا ولا هنا. يعني بالظبط، عشان كده ما بيقدوش بشكل، ما بينجحوش بشكل كبير. صحيح. حتى لو بدأ تلف انديه صغيره ما لهاش اسم، على ما يوصل بقى يكون وقت كتير وممكن ما يوصلش كمان. مزبوط. لكن مزبوط. لما يكون هو خلاص عنده خبرات ولعب وشارك ولعب منتخبات منتخبات ال 17 و18 واولمبي والكلام ده، تلاقيه اول ما يروح يحط رجليه في الفرقه يبقى يظهر بشكل كويس. فمن هنا النجوميه تبدا تظهر. المواهب قلت؟ المواهب قلت كتير طبعا. مش زي الاول. مش زي الاول. ليه بتقول كده؟ لما زي ما احنا شايفين هو دلوقتي ده الواقع. ما فيش مواهب ولا ما فيش عين كابتن اسحاق؟ لا، في عين، في عين بتشوف، لكن مواهب قلت فعلا في كل حته. بقينا زي الاوروبا دلوقتي، تصنيع اللعيب، صناعه اللعيب. ما فيش موهبه فظه دي اللي هي كانت موجوده قبل كده، واللعب في الشوارع قل مش زي زمان. والناس اللي مهتمه بالكوره برضو من صغر قليلين جدا، مش زي الاول. ده انا بشوف انها كترت جدا جدا. النهارده ما فيش ام ما بتوديش ابنها التمرين. لا، ده هنا انا بتكلم على افريقيا، على نيجيريا. معظم الافريقيا نفس ستاندرد، يعني مش زي الاول. اللي بيهتموا بالكوره قليلين، اللي هم عنده امكانيات ماديه كبيره، يعرف يساعد ابنه. لكن دلوقتي يقول لك انت هتلعب كوره، ما عندكش هتعمل ايه؟